بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك أخي التلميذ، أختي التلميذة. سنرى في هذا الفيديو إن شاء الله نصائح ذهبية لتكتب أن برودكسيون إكريت أو أرغيمونتاتيف بكل سهولة وإتقان. وأول نصيحة نبدأ بها هي تعلم كتابة جمل بسيطة وسليمة. فمن خلال تجربتي مع تلاميذ أولى بكالوريا، لاحظت أن أول مشكل يعانون منه أنهم لا يتقنون كتابة جملة بسيطة بطريقة سليمة. فإن كنت أخي أختي تعاني من هذه المشكلة فلا تقلق، لا تقلق، لأنك لست السبب. فالسبب الرئيسي هو الطريقة الخاطئة التي تدرس بها اللغات في مدارسنا. وثانيا، لدي خبر صار لك، فمن خلال هذا الفيديو ستتعلم تقنية سهلة تكتب بها جملا بسيطة وسليمة التركيب، ومع التدريب ستقل أخطاؤك وتتقن الأمر إن شاء الله تعالى. السؤال المطرح الآن، لماذا يخطئ التلاميذ؟ ولماذا لا يستطيع أغلبهم كتابة جمل بسيطة بطريقة سليمة؟ والجواب البسيط، أولا كما تعرف فأغلب التلاميذ يعانون من ضعف في اللغة الفرنسية بسبب الطريقة المملة التي تدرس بها اللغات في مدارسنا، وبسبب إهمال التلاميذ لهذه اللغة. ثانيا، عندما يحاول التلميذ التعبير عن فكرة ما، فإنه يفكر أولا باللغة العربية أو الدارجة ثم يترجم جملته إلى الفرنسية، فيقع في أخطاء كثيرة بسبب اختلاف تركيب الجملة في اللغة. كونك تفكر باللغة العربية ثم تترجمها إلى الفرنسية، هذا دليل على أن مستواك في اللغة الفرنسية ضعيف بعض الشيء، أي أنك لا تستطيع أن تفكر مباشرة باللغة الفرنسية. الآن نحن بصدد أن نتقن كتابة أن برودكسيون إكريت أرغومونتاتيف بهدف النجاح إن شاء الله عز وجل، أو الحصول على نتيجة ممتازة أو جيدة في الاختبار الجهوي وفي جميع الاختبارات داخل القسم. فالآن نحن لسنا بصدد أن نتعلم اللغة الفرنسية، لأن يعني تعلم اللغة الفرنسية وإتقانها وأن تستطيع التفكير باللغة الفرنسية يحتاج إلى تدريب طويل وإلى أكثر من سنة. الآن نحن بصدد أن نتعلم كيف نكتب أن برودكسيون إكريت، ولهذا يجب أن نبحث عن تقنيات تعلمنا هذا الأمر بسهولة وبسرعة، وبسرعة هذا هو الأساس. إذن لنضرب مثلا على هذا الأمر، فجملة يلعب عمر بالكرة يترجمها أغلب التلاميذ الذين لا يتقنون ترجمة جمل بسيطة من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية، يترجمونها جو عمر أوبانو لأنه يترجمها ترجمة حرفية، بينما ترجمتها السليمة عمر جو أوبانو. طبعا أنا أضرب مثلا فقط، فهذه الجملة بسيطة جدا وأغلب التلاميذ يعرفون كتابتها بطريقة سليمة لأنهم اعتادوا سماعها واستعمالها. هذا فقط مثال مما تتكون الجملة البسيطة أو كيف تركب جملة بسيطة في اللغة الفرنسية. نبتدئ الجملة البسيطة في اللغة الفرنسية من الفاعل، ثم نكتب الفعل ثم مفعول به. فأبسط جملة تعلمناها في الصغر، مامون مانج إين بوم. لاحظ أننا بدأنا هذه الجملة بالفاعل مامون، ثم الفعل مانج، ثم مفعول به إين بوم. لندرس هذه الجملة، تو لي جون اون دروا لا ليبرتي. سنشرح الجملة ليفهم الجميع. Tous les gens, كل الناس، droit هو الحق، la liberté الحرية. فإن ترجمنا الجملة أصبحت Tous les gens ont droit la liberté، كل الناس لهم الحق في الحرية. من الفاعل هنا؟ الفاعل هو كل الناس، Tous les gens. ما هو الفعل؟ ont droit أي لهم الحق. يبقى المفعول به هو à la liberté، إلى الحرية أو للحرية. لاحظ أن الفاعل كتب أو وضع في أول الجملة، ثم الفعل، ثم المفعول به. ولننتقل الآن إلى تمرين بسيط. إليك السؤال، كيف سنترجم هاتين الجملتين؟ الجملة الأولى، يحتاج الناس للحرية. الجملة الثانية، الناس بحاجة للحرية. فكر قليلا، لا تنسى استعمل تقنية الفاعل ثم الفعل ثم المفعول به. طبعا الجواب هو les gens ont besoin de la liberté، للجملتين نفس الترجمة. لماذا؟ لأن الجملة الأولى
الفاعل فيها هي الناس، والجملة الثانية الفاعل هو الناس. إذا الناس في أول الجملة، بعدها في الجملة الأولى يحتاج فعل on besoin، في الجملة الثانية بحاجة نفس الفعل on besoin، هو المفعول به على ليبرتي. إذا للجملتين نفس الترجمة، فدائما نبحث في الجملة عن الفاعل نبتدئ به ثم المفعول الفعل ثم المفعول به. أظن أن الفكرة أصبحت واضحة. إذا أول نصيحة ذهبية لكتابة جملة بسيطة بطريقة سليمة هي أن تبدأ ب سوجي الفاعل، ثم لو فيرب الفعل، ثم لي كومبليمون، وثم يمكن إضافة ظرف زمان، ظرف مكان، وغير ذلك مما سنتعلمه في الفيديوهات القادمة إن شاء الله تعالى. ماذا الآن؟ الآن عليك أن تبدأ بالتدريب. قم بالتفكير في جمل بسيطة باللغة العربية، أبسط جمل تعرفها باللغة العربية أو الدارجة، وترجمها باستعمال هذه التقنية. ولا تنسى أن الجملة البسيطة، لا تنسى أن الجملة البسيطة هي التي تتضمن فعلا واحدا. الجملة البسيطة هي التي تتضمن فعلا واحدا، فإن كان بالجملة أكثر من فعل أصبحت جملة مركبة. وهذه النوع من الجملة لها تقنياتها وقواعدها، سنراها في الفيديوهات القادمة إن شاء الله تعالى. إذا نلتقي إن شاء الله تعالى في النصيحة الثانية من النصائح الذهبية لكتابة أن بروديكسيون إكريت بكل سهولة وإتقان. ومع السلامة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.